الوضع الان رانا في وضع ثوري. الشعب الجزائري كما شاهدتموه ولا تبعتموه او خرج الى الشارع ليطالب بسيادته على الدوله الجزائريه، فهو ولج الى الحقل السياسي كفاعل حقيقي ويريد استرجاع الدوله تحت سيادته، وهذا نقله نوعيه في بناء دوله ولا جمهوريه ثانيه تكرس دوله الحق ودوله القانون، وهذا هو من أهم المطالب الشعب الجزائري أيضا الذي يطالب إلى نهاية الامتيازات، إلى الاعتراف بالحريات الفردية والجماعية، باعتراف بجزائر حرة وديمقراطية، أيضا بإرساء نظام سياسي ديمقراطي حقيقي يستند إلى سيادة الشعب. الشعب الجزائري لحد الآن كل جمعة هو في ستانديالوغ، يعني نيغوسياسيون مع النظام الذي لا يريد أن يذهب ويحقق المطالب. هذه المطالب ومن أهم المطالب هو إنهاء أو التخلص من رموز النظام القادم الفاسد، وأيضا الذهاب إلى مرحلة انتقالية التي ستؤسس إلى نظام ديمقراطي. الذهاب إلى هذه المرحلة الانتقالية لن يكون إلا بالخروج من الحلول الدستورية التي يراها الشعب أن الدستور لم يعد كمصدر للحلول لهذه الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد، وأيضا القضاء على مؤسسات أو الأحزاب التي كانت السند الحقيقي لهذا النظام. الآن الجزائريين يعرفون أن الفاعل الحقيقي في الحقل السياسي هي المؤسسة العسكرية، والمؤسسة العسكرية كما قلت كيوم الجمعة الشعب الجزائري يخرج ليطالبها أن تكون في روح هذا الحراك، ويطالبها أن تذهب أو تؤمن ترافق هذا المسار الديمقراطي والثوري الذي نحن فيه. هذه العلاقة مرتبطة أولا ديجا بديمقراطة كاع الأنظمة السياسية في الناحية في المنطقة تاعنا. لازم أظن أن الرسالة الأولى لما هو يجري في الجزائر هي كيف ننشئ أنظمة سياسية تكون في خدمة الشعوب أولا. فيما يخص في المستقبل أظن أن العلاقات إذا كنا عندنا أنظمة ديمقراطية وفي خدمة شعوبنا المصالح ستحدد فيما يخص هذه العلاقة، يعني ستكون مؤسسة على هذا المنطق وخدمة المنطقة في مجال أوسع باحترام مصالح المتبادلة لكل دولتين، وأيضا في إطار بيان سور القانون الدولي وفي إطار شكيت الامتيازات ولا بلوتو المصالح تاع البلدان تاعنا في المنطقة. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتف الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس.